المشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد يحط الرحال المعرض الدولي للكتاب مدينه الرباط عاصمه الثقافه الافريقيه 2022. الا بغيتوا نضربوا واحد الدويره خفيفه في المعرض اجيو معنا. هذا الشيء رائع جدا، تنظيم محكم، كاين عمل، يعني كنشكروا الناس السائرين على هذا التنظيم هذا اللي تيبين على المستوى العالي ديال الناس اللي نظموا الفضاء هذا. قول لي الانواع ديال الكتب اللي كتقرا. بالنسبه لي انا كنقرا الكتب ديال علم الاجتماع وما يتعلق ب علم الاجتماع الهجره، وكذلك ما يتعلق بمجال التربوي باعتباري انني كنشتغل في الحقل التربوي ان شاء الله.